الرياضي بالاهرام. اهلا وسهلا بيك يا استاذ محمد. يا كابتن ميدو، ازي صحتك؟ الف مبروك. الف مبروك لينا كلنا، لمصر طبعا، وتحياتي لكابتننا الكبير واحد رموز النادي الاهلي كابتن ربيع ياسين، استاذ محمد ازي حضرتك، والكابتن اسامه عرابي، يعني احد النجوم المفضلين بالنسبه لي. اهلا وسهلا بيك استاذ محمد، الله يخليك. السن بتاعي كابتن سمير كمون. اهلا بيك يا استاذ محمد، الله يخليك. قول لنا بقى شعورك كأهلاوي قبل الشعور كناقد رياضي. يعني الحقيقه انا كان عندي ثقه كبيره جدا في تخطي الاهلي للمباراه. هذه الثقه الحقيقه كانت مبنيه على الاداء اللي قدمه النادي الاهلي في مباراه برج العرب، واللي رغم ان التعادل 2-2، لكن احداث المباراه لما بترجع ليها وبتشوف الو انا معاك. احداث المباراه لما بترجع معايا في انا معاك، انا سامعك في ودني، انا سامعك كويس جدا. معلش انا قلت كاهلاوي لان انا عمال استقبل مشجعين، فهو طلعت مني كده يعني. اقول لي شعورك كصح. لا لا لا، مش عيب ان اي حد، مفيش حد في الدنيا ما عندوش انتماء او انه بيحب فريق يعني، لكن هي الفكره احنا كمجتمع صحفيين بما نبقى حذرين شويه ان نقول ان بنشجع الاهلي او الزمالك، لانه ما عندناش اللي هي الـ فكره الـ الحريه انك تقول، لانه في النهايه انت شغلتك الكتابه. أكيد. عشان حتى لا يؤخذ عليك يعني. لكن أكيد. انت ما شفنا في مباراه الزمالك، في مباراه المنتخب، مشجعين درجه ثالثه، ومع الاهلي لو بيلعب في افريقيا درجه رابعه وعشره يعني. لكن هي الفكره عشان احنا عندنا تربينا على تعصب الى حد ما، بنحاول ان هو ينتهي، بنحاول نخلص عليه، بنحاول نهديه يعني. أكيد. لكن عوده للمباراه الحقيقه، انا كنت شايف المباراه الاهلي على قد المباراه اللي انا شفتها في برج العرب، قدم جيم مهم جدا الحقيقه، كان يعني قريب قوي من الفوز، عناصره مكتمله، وبالتالي كان عندي ثقه كبيره انه يعني من الممكن ان هو يصعد. لكن يصعد ازاي بقى؟ فكره ان يفوز 1-0 او 2-1 او بتاع، دي اللي كانت عامله لي مشكله كبيره جدا، لانه يعني انت بتلاعب فريق كبير وعلى ارضه جماهيره وعنده نفس الطموحات وعنده نفس الامال زي النادي الاهلي بالظبط. لكن الحقيقه كابتن حسام ادارها بشكل مهم جدا وجيد جدا، لكن انا بعتقد انه يعني حسم المباراه كابتن ميدو كان عليه عامل مهم جدا في يعني زياده الحماسه لدى لاعبي النادي الاهلي. دايما يبقى في قرارات عكسيه من الحكم، اصل هي الفكره ايه؟ الحكم من الممكن تحزيم المباراه. يعني ايه تحزيم المباراه؟ ممكن ان كابتن ربيع يعرف الحكايه دي، وكابتن عرابي وكابتن سمير كمونه، انه ممكن الاهلي معاه الكوره ولسه هيبني هجمه، ان هو مجرد ان هو ينقل كره للاعب من الممكن بعد كده ينقلها على الصندوق تبقى خطيره جدا. هي فكره التحزيمه دي الحقيقه كانت في صالح النادي الاهلي، في حاله استنفار واستفزاز لدى لاعبي النادي الاهلي، كانوا مركزين بشكل جيد جدا. في اخطاء وفي فرص ضاعت ليهم في مباراه الذهاب في برج العرب، الحقيقه كل لاعب حاول ان هو يعوض هذه السلبيات التي حدثت. اتوقف عند مشهد مهم جدا وهو بكاء كابتن اكرام. يعني انا بعتقد انه هذا البكاء هو نوع من الرد الجميل للنادي الاهلي، لانه هي فكره ايه يا كابتن ميدو؟ متعه الكوره انه يخطا، ما هو انت عندك مهاجم ممكن تجي له خمس فرص ما يجيبش الا فرصه واحده، طب لو ما جابش الاربع فرص الباقيين يا كابتن ميدو بنقول عليه عدم التوفيق، مش كده ولا ايه؟ لكن ما بنقولش انه اخطا، وبالتالي حارس المرمى نفس الحكايه. فانا الحقيقه كنت متعاطف قوي مع اكرامي، لانه انا اعلم قيمه حبه للنادي الاهلي وقد ايه هو عايز يدي، فانا بشوف هذا البكاء هو نوع من الرد الجميل لاداره النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي ولاعبي النادي الاهلي الحقيقه اللي هم كانوا داعمين ليه جدا. ودي هي فكره الاهلي، فكره الفريق، فكره اكيد يا استاذ محمد، انه كابتن ربيع ياسين النهارده بيقدم عرض كويس قوي، وجنبه على اليمين او كابتن اسامه مش في الفورمه، قد ايه كابتن ربيع بعد المباراه يقول له طب انت هتبقى افضل المباراه الجايه، انت هتبقى احسن المباراه الجايه. هي يعني فكره دي الروح العامه للفريق الاهلي. يعني حضرتك بتتكلم كلام مهم جدا، دي روح العامه، واكيد شريف اكرامي كان حاسس كمان الجماهير دعمته بشكل كبير جدا. استاذ محمد ابو الخير، يعني ما بنزهقش من كلامك بصراحه، بس عارف وقتنا وجماهير كتير جدا نفسها تدخل، دايما بتنورنا وبتشرفنا حتى هنا كمان في لقاءاتك المباشره معانا. ان شاء الله يعني تيجي قريب ونتكلم في كل تفاصيل مباراه. استاذ محمد ابو الخير ناقد الرياضي، شكرا جدا.